لازم اروح معاك. متقسمة ايه؟ متقسمة 10 شبك كبيرة، 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. كل ده 1 ml او ساعات بنسميه 1 سي سي. سي سي اختصار كيوبيك سنتيمتر، سنتيمتر مكعب. ما بين كل شرطه كبيره وشرطه كبيره في 5 مسافات تاركة 4 شرط، أو بمعنى أصح صح التعبير 4 شرط تاركة 5 مسافات. إزاي؟ تعالوا ناخد الجزء ده كده نعمل له حاجة اسمها زوم إن، اللي هو ماينس. فاهمين؟ نكبر يعني. لو كبرنا الحتة دي كده هنلاقي الشرطة الكبيرة أهي والشرطة الكبيرة أهي. عاوزين نسيب 5 مسافات، نقوم عاملين ما بينهم 4 شرط. ازاي؟ تعالوا نشوف. لو عملنا 1 2 3 4 هنلاقي ما بينهم 5 مسافات، 1 2 3 4 5. حد فاهم حاجة؟ يعني لو عندك حاجزين عاوز تترك 5 فراغات اعمل 4 قواعد. قصة حسابية يعني. فكذلك هنا في 4 شرط تاركة 5 مسافات. دي ما بين كل واحدة كبيرة واحدة كبيرة في 5 مسافات. إذا الكل بقى في كم مسافة؟ 50. نسأل كل واحد. يعني قول. هو كم مسافة؟ احنا قلنا 10 في 5. تمام. حط شوية رأي تاني. كم لحظة؟ كم مسافة قطعة أو كم مسافة؟ لا استني 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 نقطة نظام. أنا يا سالي طبعا نقطة نظام. هو أنا سؤالي ما كانش واضح؟ أنا قبل ما تسألي أنا سؤالي ما كانش واضح؟ طب معلش استنوا يا جماعه، ده في ناس ما فهمتش السؤال. انت وقت اللي قلت لهم متاكدين شككتهم في حالهم. انت قلت كم في خطيره خطيره انت قلت كم في قطعه صح؟ اسال السؤال ده. انا لما سالته عادي كان الكل جاوب بكل اريحيه. اول لما قلت متاكدين دي جابوا لكم رعب. هسال السؤال تاني ولو قلنا متاكد ان انتوا فهمتوا السؤال صح. بس اوكي ما خليك ورا الكداب لحد البال. ما بين كل خط كبير وخط كبير في 4 قواطع، 4 خطوط، 4 شحطات تاركة 5 مسافات. صح ولا لا؟ في صعوبة في ده؟ واظن شرحناها هنا يعني. مش محتاجة بقى عيد وزيد فيه. طيب دي ما بين كل خط كبير وخط كبير في 5 مسافات. على مدار الابره كلها اللي حجمها 1 سي سي في كام مسافه صغيره؟ ده سؤالي. اظن السؤال صح. 50. لا 50. انت قلت ايه؟ نعيد تاني. هنعيد تاني على كل واحد. اتفضلي. انت متاكده؟ احب انا الثقه دي. 40. تمام. 50 40. اتفضلي. يا 50. خليكي في الاخر. كل قديش دكتور عم بترد واقفه عم بترد.
خليك في الاخر 50 50 اوكي 45 شوي بس في كم في كم سؤال لو سمحتي اقعدي شوي 50 حلو لا كم سؤال عشرين الله مين بيزيد مين بيزيد مين اللي لسه انت 45 انت اجابتك ايه لا 45 ولا 50 كام يعني كام لا المسافات لا المسافات انا عندي هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و10 5 تمام وما بين كل واحد وواحد في 5 يبقى 50 50 لقد وقعتم في الفخ كنت ماشيين حلاوه كنت ماشيين زي السكينه في الحلاوه بالظبط اللي شككم لا حبش التردد ده حبش التردد حسيت ان السؤال بتاعي خبيث لا ايوه حسيت ان السؤال بتاعي خبيث يبقى هو شافني خبيث شفتوني كده اللي جاوب غلط شايفيني كده الله يسامحك واللي جاوب صح يبقى شافني طيب انا طيب وكيوت والله ماشي اوكي باين السؤال ده باين مين اللي معايا ومين اللي ضدي لا انا شكلها ما بحكي خلاص 50 50 انا خلاص 50 بتصحوني بال 50 يعني انا قبل كده انا فهمت اني كنت بتولد يعني طيب احنا بنقول الابره دي كلها في ابره الانسولين في 10 شحطات كبيره ما بين كل شحطه كبيره وشحطه كبيره في 5 شحطات صغيرين او 5 مسافات صغيرين سؤالي كان يبقى كله يبقى في كام بنضرب الشحطات الكبيره ل 10 في المسافات الخمسه تصير 50 يبقى اذا الابره دي فيها 50 مسافه صغيره بس ده اللي كنت عاوز اوصله يعني نص ال 150 كل ابره بدنا نعملها هي 10 هذا اللي هنحن قد ايه بقى جاي اهو بقى هذا اللي بالاول ليه هذا اللي احنا اثنين يعني فهمنا نفس الفرق لانه انا لما قلت لك انه شينا لموضوع الابره كنا على كميه قد ايه بدنا نحقق صح فلما انت شيت ورسمتهم هون انا كان بعقلي بعد كميه قد ايه حقق نفس الفرق انا عديت 12 فانه كم مره بدك يعني كل حقق 10 كل حقنا قد ايه لسه ما قلتهاش هقولها ليش هودي الشخطات الصغيره بتفرق الشخطات الصغيره مالها الشخطات الصغيره اللي بين ما بين يعني الشخطه الصغيره والشخطه الصغيره ايه وفي 4 شخطات صغار لا انت ما بين كل شخطه كبيره وشخطه كبيره في 5 شخطات 4 4 شخطات 5 مسافات ايه هلا هدول الشخطات الصغار الاربعه ليش بيفرقوا اثناء الحقن طبعا في البوتوكس البوتوكس ساعات باليونت اللي هو ما بين الشخطه الصغيره والشخطه الصغيره بنحكي فندق زاده اللي عارف فيكم فندق زاده في اكسراي في مبنى كده بيبيع ادوات طبيه يبقى هاتي نضاره مكبره تشوفي كنت تشوفي كل شيء عظيم الابره دي هتلاقيها قد كده في النضاره فيلا روبوتوكس لا شنو بيقولوا الشركات هبقى اديكم ارقام او بالتنسيق مع الاستاذ حمزه والاستاذ امير الشركات ابعثنا ارقامهم حاضر من عينيا فرنسيه حلوه طول مده يعني المنتجات الفرنسيه كل هنا اللي في اغرب اللي في تركيا هنا مواد تركي للاسف في سويس في كل ما هقول لكم كل هقول لكم كل حاجه افضل يعني هقول لكم كل حاجه حتى بالكومبينيشن ستايل بالايه الكومبينيشن الكومبينيشن بتوين ايه انت بتعمل ميكس صح بعمل ميكس طبعا هقول لكم المواد الفعاله بس ارجع للنقطه ديت انه هذا هي الشخطه اللي كتير صغيره بتفرق مهم. انا هيك القصد بالظبط عشان ما نشتتش انه راح تكون نقطه هي بالنهايه بالظبط حاجه بسيطه جدا طيب نرجع في الليزر طبعا بتفرق حسب العمر وحسب التجاعيد حسب الماده اللي بحقنها كمان ايوه يعني طيب. البوتوكس غير الفيلر البوتوكس غير الفيلر غير الميزو غير كل حاجه وليها نظام بس خلينا دلوقتي نشوف اللي احنا فيه الميزو سيرابي يا جماعه لسه في 12 محاضره
احنا لسه في القهوة. مستعجلين ليه؟ راحوا اتنين ليه؟ لسه احنا التاني. احنا لسه في التاني اهو. انتوا بتعتبروا ضرر كمان؟ بتعتبروه في ضي النسيان كمان؟ معايا كل مركز شايفة مش شايفة هو ده مش استراتيجي؟ هو انا شايفة افضل شيء لما كل واحدة عم تعمل زوم على التليفون تبعها. بس اقول المعلومة دي كل واحدة معها تليفون بقى تعمل زوم عاملة زوم وعاملة مكبرة زوم ان عم باين كأنه شاشة هي هتبان اكني قاعد قدام لو بعيد علينا يعني واحدة تتطوع تصور عن قريب وبعدين تفتحنا هنشوف كأني قاعد قدام صح؟ اه